Ospiti e un grazie speciale alla signora Rajavi. È sempre un onore e un piacere Shukran lakum jamiano, shukran lissayyid Rajavi, yusharrifuni ana kuna huna ma'akum li u'abbira vicinanza alle vostre battaglie. Battaglie che ho già più detto anche altrove. An da'mi al-haqiqi fi nidalikum. L'anno scorso a Bruxelles, battaglie che io, così come tanti degli illustri ospiti che sono qui oggi, دول أخرى أيضا أعلنت عن دعمها. جميعنا نتشارك أفكاركم. أريد أن أشارككم الآن أفكاري. لقد استمعت لكل مداخلاتي بالأمس. وقد خطر في بالي شيء. أريد أن أقول رمزا في كلمة تعبر ربما عن النظام في إيران والكلمة إنها تقوم بالتنمر على في إيران على الشعب واحد من ربما جميعنا هنا يعلم قابل المتنمرين في حياته وهؤلاء لا نطيقهم أكثر من ذلك أحيانا في هذه الأمثلة لابد أن نتحد ضدهم حتى نبعدهم ولكن عندما تقوم دول وحكومات بعمليات التنمر والهجوم على دول أخرى أن هذا ما يحدث في إيران في العقد الماضي أن الحكومة كانت تتنمر على دول أخرى وتهاجمها هناك آليتين محددتين للهجوم على دول أخرى هم لا يكونوا قادرين على الحكم والسيطرة على دولة مثل إيران إذن هناك أدوات الأولى هي di tanto ulteriormente الإرهاب. O meglio, parlarne occorre sempre, non occorre nemmeno dimostrarlo. نحنو... Migliaia di persone perseguitate, migliaia di donne, di ragazze. تحدثنا كثيرا عن الدور الإرهابي. هناك عشرات الآلاف من النساء والشباب الذين تم اضطهادهم وقتلهم. Che nemmeno quelli che li impongono rispettano per primi e questa è un'autentica. ودمرت حياتهم على أيدي هؤلاء الذين لا يحترمون القوانين والآلية الثانية بالإضافة للإرهاب هي الإرهاب الدولي non certamente tra i presenti o meglio se qualcuno أو من خارج هذه الحدود لم يفهم بعد ماذا يحدث 2023 quando l'Iran ha lanciato un'operazione veramente folle utilizzando del كبير في السابع من أكتوبر على ما يمكن لإيران أن تقوم به هي التي فجرت وبدأت وأخذت المنطقة إلى مستوى تصعيد أعلى في الشرق الأوسط وإيران أرادت كل ذلك وهي تقوم بذات الشيء مع حزب الله وتحاول الآن القيام بنفس الشيء وهم يعلمون أنهم يخسرون سلطتهم لذلك يستخدمون الحرب لخلق الفوضى في الشرق الأوسط هم يستخفون بالشعب الإيراني هم أرادوا هذه الفوضى أنا متيقن من ذلك cruciali secondo me perché dopo il 2023 لحظات حاسمة بعد السابع من اكتوبر العالم حول العالم فهم ان ايران الوضع الايراني فيما ليست مشاكل جيوسياسية نحن نتحدث عن قلب الصراع الجيوسياسي والقلق المعركة الجيوسياسية لأنه
لأننا حتى الآن لم نفهم، فبالتالي لن نفهم ما الذي يحدث الآن عبر العالم. أريد أن أقول هذا التشبيه القادم من رياضة كرة القدم، أعلم أن إيران تشجع كرة القدم، يحبونها. فلنقول مثلا أن هناك مباراة e dall'altra la squadra della fermezza e del coraggio. Indossare la maglietta della fermezza e del coraggio. هناك فريق الشجعان وفريق آخر أنا أحب الوقوف طبعا وأشجع فريق الشجعان. La squadra che è più debole, debole in partenza. لأننا الشجعان. إن الكلمة ثيوقراطي أو استبداد ديني، هذه كلمة يمثلها أشخاص أضعف منا. ليس هناك شك، ليس هناك شك في أن فريقنا سوف ينتصر، لكن علينا أن نركز. لابد أن يكون لنا هدف. أريد أن أتشارك معكم هذا المثال. هناك che ha liberato un criminale riconosciuto dai tribunali dello stesso paese. في هذه الحياة لن يكون لنا انتصار. سوف ننتصر بكل تأكيد. Stupidità. E quindi على نظام الثيوقراطي والاستبداد الديني. أعتقد أنه بالإضافة إلى العالم الغربي فإنه خلق علامات مع دول أخرى في العالم. أعتقد أن العالم الغربي عليه أن يوقف، أن يركز على فكرة واحدة، وهي لابد أن ننظر بشكل أعمق che l'alternativa الى ما الذي يحدث بعد اسقاط هذا النظام. نحن نعرف ان البديل الحقيقي هو e quindi noi staremo موجود في خطة النقاط العشرة التي قالتها السيدة مريم رجبي. لذلك نحن نقف دائما معها ودائما نقف مع الابطال الايرانيين. حتى يأتي مؤتمر مثل هذا ويتم عقده داخل إيران، وهذا ما